تسلم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه في احتفال جرى في قصر الصخير هذا اليوم أوراق اعتماد 4 سفراء جدد لدى مملكة البحرين. ووصل السفراء إلى قصر الصخير كل على حدة، وكان في استقبالهم رئيس المراسم الملكية، حيث وصل إلى قصر الصخير سعادة السفير محمد علي إبراهيم سفير الجمهورية العربية السورية، وجرت لسعادته المراسم المعتادة في مثل هذه المناسبات. وتسلم جلالة العاهل المعظم أوراق اعتماد سعادة سفير الجمهورية العربية السورية، وأشاد جلالته بالعلاقات الثنائية الطيبة والوطيدة القائمة بين مملكة البحرين والجمهورية العربية السورية الشقيقة، متمنيا جلالته لسعادة السفير دوام التوفيق والنجاح في أداء مهامه الدبلوماسية. كما وصل إلى قصر الصخير سعادة السيدة هيراث مودي يانسلاجي سفير جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية، وجرت لها المراسم المعتادة في مثل هذه المناسبات. وتسلم جلالة الملك المعظم أوراق اعتماد سعادة سفير جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية، وتبادل جلالته معها الكلمات الترحيبية بهذه المناسبة، مشيدا جلالته رعاه الله بمستوى العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في المجالات المختلفة، متمنيا جلالته لها التوفيق في أداء مهامها. كما وصل إلى قصر الصخير سعادة السفير نيروتشي سفير جمهورية الصين الشعبية، وجرت لسعادته المراسم المعتادة في مثل هذه المناسبات. وتسلم جلالة الملك المعظم أوراق اعتماد سعادة سفير جمهورية الصين الشعبية، مشيدا رعاه الله بالعلاقات الثنائية الطيبة الوطيدة القائمة بين البلدين الصديقين، متمنيا جلالته لسعادة السفير التوفيق في أداء مهامه والنجاح في تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الصديقين.
كما وصل إلى قصر الصخير سعادة السيدة آن جالندوان لويس سفير جمهورية الفلبين، وأجرت لها المراسم المعتادة في مثل هذه المناسبات. وتسلم جلالة الملك المعظم أوراق اعتماد سعادة سفير جمهورية الفلبين، مشيرا جلالته بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه العلاقات بين البلدين الصديقين. ونقل السفراء إلى جلالة الملك المعظم تحيات وتقدير رؤساء دولهم وتمنياتهم الخالصة لجلالته بموفور الصحة والسعادة ولمملكة البحرين وشعبها بالمزيد من التقدم والرقي، مشيدين بالعلاقات الوثيقة التي تربط دولهم بمملكة البحرين. حضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد سمو الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم وسمو ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني ومعالي وزير الديوان الملكي وسعادة وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية. I'm